أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال صقامي كيف نقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال صقامي كيف نقى حيور وانتي مسلية روحي. سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي بالمي صراحه واحد الحلوه اللي كتعجبني انا بزاف 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 وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. صراحه انا شفتها عند واحد الاخت مشكوره كنشكرها من هاد المنبر هي اللي شفتها حضراتهم وطلبت منها الطريقه والوصفه واكيد لبات لي الرغبه ديالي وقلت حتى انا غادي نشاركها مع المتتبعات ديالي في القناه. هذاك الشيء علاش ان شاء الله يعني غادي نحضرها معكم اول مره يعني حتى انا اول مره غنحضرها وغنشوفها كي غادي النتيجه كي غادي تخرج. المهم شنو عندي هنايا؟ عندي العجين المورق، عندي السكر سنيده، المدلك، والموس ضروري انه يكون حاد باش يقطعهم مزيان. نبداو على بركه الله غادي نحضروا اول قطعه. المهم غنزول هذه، غادي نديرو السكر بلاتي غادي نسرحها بعدا كنعتذر كيف ما قلت لكم راه اول مره غادي نحضرها يعني غنحضرها معاكم على المباشر واخا ماشي هو بث مباشر ولكن اول مره يعني النتيجه غتبان ليا دابا. بالنسبه للعجين المورق انا الصراحه غادي خديت غير 250 غرام يعني كتجربه وغادي نحضر بها، ما بغيتش ندير كميه كبيره حتى نعرف النتيجه كي غادي تخرج، ولا ان شاء الله يا ربي صدقوا معايا ونجحوا اكيد غادي نجربوها في كميه اكبر. كيف ما كتلاحظوا غادي نسرحوا بعد العجين المورق هي الاولى على هذا الشكل صافي نكتفي بهذا القدر وغنديروا السكر سنيده، ضروري نفرشوا فيها السكر سنيده وغنزيدو السكر وغادي ندلكوها بالسكر سنيده يعني نحاولوا ندلكوها قبل ما تذوب معانا سنيده باش ما تطلقش لينا الماء في العجين. نحاولوا اننا نسرعوا شويه ونعاودوا نردوا سنيده. مهم انا كيف ما قلت لكم عندي واحد الكميه صغيره ديال العجين المورق كتجربه ان شاء الله كنتمنى انهم ينجحوا معايا. صراحه انا كيعجبوني بزاف بزاف ولكن علاش لا ما نحضرهمش في المنزل ونشوف النتيجه كي غادي تخرج ان شاء الله. المهم كيف ما كيبان لكم كنحاول نورق كاع البلايص جميع الجوانب باش ما يجيناش شي كبير شي صغير. صافي صراحه راه مرقه عندي لان عندي انا غير واحد الكميه اللي هي بسيطه ديال 250 غرام ماشي شي كميه كبيره اللي غتحتاج الوقت. ودابا غنبداو نتنيو، غادي نتني هاد الجانب بحال هكا ونتني الجانب الثاني وغادي نمشي بنفس الطريقه بحال هكا ويتلاقاو هنا. كيف ما لاحظتوا البنات هذه الاولى بنفس الطريقه غنحضروا الثانيه غادي نحاولوا اننا نسرحوها مزيان بالمدلك. المهم بالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش معاهم العجين المورق يشريوها راه الثمن ديالها جد 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 مناسب صراحة، دايره 99 سنتيم ولا كاع الى خديتو شي ماركه زوينه كتكون دايره اورو 19 يعني ماشي شي ثمن لي خيالي. الصراحه انا كنفضل نشريها كتجيني ساهله احسن ما نبقى نورقها في الدار لانها كتبغي شويه المجهود وكتبغي الكتيفات باش نورقوها هذيك سته المرات ديال
ندلكو نعاودو نورقو نعاودو نورقو. قصة المرة تاني كتجيني شوية صعيبة ما فيها باس يعني، إلا كنتو باغين تصايبوها ديال الدار مرحبا، ماشي كان ماشي ضروري ما عندكمش الوقت ولا يعني الإنسان ما قادش تيشريها حتى هي الصراحة كتجي زوينة كيف ما كتلاحظوا. غنبقى نورق فيها يعني، هذه باقا ما تورقاتش معايا وضروري البنات الجوانب الاطراف خاصهم يتحلوا بالمدلك. هذه غنزيدها السكر سنيده لان ما درتش فيها السكر من الاول غير اللي كان شايط عندي في سطح العمل، والسكر سنيده هو السر في نجاح لي بالمي، هو اللي كيحمرهم هو اللي كيدير فيهم ديك القرمشه الصراحه كيف ما بان لكم. كنحاول نشوف الاطراف راه مورقين لانها واحد الكميه اللي بسيطه يعني عجينه صغيره، ماشي بحال الا كنتو كتستعملوا واحد الكميه كبيره ديال كيلو ولا نص كيلو كتحتاج شويه الاكتفات. هذه غير الرابعه يعني غير تجربه 250 غرام. دائما البنات ملي تبغيو تجربوا اي وصفه استعملوا كميه قليله حتى تتاكدوا من نجاح الوصفه، وهذيك الساعه عندكم الحريه انكم ديروا مكبر. نبداو عاوتاني البنات نتنيو كيف ما بان لكم، نتنيو هذه حتى هي، نبقاو مستمرين على هذه الطريقه صافي. وغتكون الثانيه حتى هي واجده معنا، غنحطوها ترتاح وغنجيبوا الاولى غادي نضربوها بالمدلك كيف ما لاحظتوا باش العجينه تلتصق مع بعضياتها، لان كيف ما كتعرفوا العجل المورق غير كيدخل الفرن وكيتنفخ، داكشي علاش انا الصراحه قلت ليها الطريقه. كنتمنى انها تنجح معايا، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما يحشمنيش لانها درتها قدامكم صافي. وغادي نقطعوها دابا، كنحس بحال شويه بقى ما تجانستش، كنظن انها بركه. غادي نقطعوها البنات، انا غادي يجيوني وحيدات صغار لان الرولو صغير اللي درت، ومن غنستمر بهذه الطريقه هو نورمالمون كان خاصني ندير 500 غرام فيها 250 غرام غير وحده، ولكن انا فضلت ندير جوج غنشوف، واخا يجوني صغار ماشي مشكل. المهم البنات انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذه حتى هي، وغندخلهم للفرن وحتى يطيبوا ان شاء الله ونتلاقاو باش تشوفوا النتيجه النهائيه. كنتمنى انها تكون مرضيه علاش لا، ويعجبوني ويعجبكم حتى نتوما وتجربوها ان شاء الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما يحشمنيش ونتلاقاو من بعد ما يطيبوا. وهنا البنات من بعد ما طابوا لينا لي بالمي ديالنا كيف ما كتلاحظوا كيجيو غزالين صراحه، اول مره غادي نجربهم ولكن النتيجه راها رائعه مرضيه صراحه عجبوني بزاف. وبالنسبه مهم الخطا اللي وقعت فيه انا انه 250 غرام قسمتها على جوج، كان عليا 250 غرام نخليها صينه يعني نورق هذيك 250 غرام في سكر سنيده ونقطعها. مهم انا كيف ما قلت لكم في الاول انا غير جربت معكم يعني حتى انا بغيت نعرف الطريقه. مهم راه الطريقه ناجحه 100% كيجيو رائعين غزالين، كنتمنى انكم تجربوهم حتى المذاق الصراحه ما تشبعوش منه بحال ديال المحلات. مهم كنتمنى هاد الوصفه هي ماشي وصفه ولكن الطريقه اللي خدمت معكم اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وما تنساونيش من اللي لايك والتعاليق ايجابيه ولا سلبيه مرحبا بالجميع، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. أرحمي يا راحتي.
العقل ترحامي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفات طال سقامي.